مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج الراحل. نتابع معكم مشاهدينا هذا اليوم سيرة الراحل الشيخ عبد العزيز بن ماجد. نتابع. شهد العالم في القرن السادس حدثا مهما ساهم في تغيير الحياة على كوكب الأرض. كان هذا الحدث يتمثل بنزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واختياره ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. دين جديد يجب ما قبله، ونبي جاء ليتمم مكارم الأخلاق التي عرفها البشر. مع دخول الناس إلى الإسلام والتزامهم بتعاليمه، بدأت طقوس العبادات تفرض تغييرات جذرية في حياتهم اليومية. أصبح المسلمون أمام واجبات من أهمها أداء 5 صلوات من الفجر وحتى وقت العشاء. أصبح الأذان من أعلى المساجد الوسيلة المعتمدة لتنبيه الناس إلى دخول وقت الصلاة، وبات صوت المؤذن يحدد للناس أوقات العبادة والعمل. بات بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام بعدما أمره النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأذان ودعوة الناس للصلاة. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. اشتهر بلال بقوة صوته، وهي صفة تحدد ملائمة المؤذن لهذه المهمة من عدمها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعهد بالأذان خلال فترة دعوته في المدينة ومكة إلى 4 من صحابته، هم بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرظ. تعاقب المؤذنون على منارات المساجد خلال القرون التي تلت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبات صوت الأذان في كثير من البلدان أحد الطقوس التي تعكس الثقافة الإسلامية. استمر الأذان يتردد منذ صدر الإسلام وحتى عصرنا الحالي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في مصر ما زال صوت الشيخ محمد رفعت يتردد عبر الإذاعة بعد سنوات طويلة من وفاته. كان الشيخ يرفع الأذان بصوت شديد ليبلغ أماكن كثيرة في القاهرة. عاش المصريون على صوت رفعت حيا، وما زالوا يعيشون على صوته بعد رحيله. الحمد لله لا إله إلا الله.
اشتهر العثمانيون ببناء المنارات الشاهقة، وكانوا يستعينون بأصحاب الأصوات القوية والحسنة لرفع الأذان عبر هذه المنارات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أثر اختلاف اللغة في نطق بعض الكلمات، غير أن العبارات المستخدمة بقيت كما هي. في بلاد فارس اهتم المسلمون بالمساجد وباختيار أجمل وأقوى الأصوات لرفع الأذان. في القرن الماضي اشتهر المؤذن زادة أردبيلي، الذي ما زالت الإذاعة الإيرانية تبث صوته في أوقات الصلاة. كان أردبيلي يضيف عبارات في الأذان تمثل اختلافا بين المذهبين السني والشيعي. في المدينة المنورة أعرف الناس المؤذن عبد الرحمن خاشقجي، الذي كان صوته يتردد في كل المدينة مانحا السكينة لكل من يصل إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أيضاً كان صوت المؤذن عبد الملك النعمان واحداً من أقوى الأصوات وأجملها على الإطلاق، وبات صوته يوحي لزوار المدينة أنهم بالفعل وصلوها بمجرد سماع صوته. حيا الصلاة، كان الأذان للصلاة يرفع من 4 منارات بواسطة 4 مؤذنين. من أشهر المؤذنين كان عبد الرحمن مؤذن، الذي لقبه أهل مكة بصوت الأبلاتين لقوة رجع صداه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
ونال المؤذن علي ملا شهرة واسعة في العالم الإسلامي بعدما تولى النداء للصلاة في المسجد الحرام منذ 40 عاما. ساهم البث الإذاعي والتلفزيوني بوصول صوت علي ملا إلى أقصى بقاع الأرض، وبات سماع الأذان بصوته يعني بالضرورة النداء للصلاة في الحرم المكي. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول في العاصمة الرياض. برز اسم الشيخ عبد العزيز الماجد الذي بات أشهر مؤذن في تاريخ هذه المدينة. شكل الماجد جزءا من تاريخ الرياض وأهلها، وبات الاستماع إلى صوته يعني العودة إلى الزمن الجميل في أذهان من عاصروه. كان السعوديون يفرقون بين البث الإذاعي القادم من راديو الرياض أو جدة من خلال الاستماع إلى صوت الماجد الذي تبثه إذاعة الرياض. تميز الماجد عن بقية المؤذنين في الإذاعات بترديد الأذان على الطريقة النجدية التي توحي لمن يسمعها بالمكان وطبيعة السكان. الأذان عبر التاريخ يعني له شخصيات، ونستطيع أن نقول أيضا له مدارس. هناك مدرسة النجدية، هناك مدرسة الحجازية، هناك مدرسة المصرية وغيرها. أذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله فيه يعني أسلوب الحقيقة أجده يندر عند غيره، وأنت تسمع أذانه تشعر أنه لا يؤذن بلسانه فقط بل بكيانه كله، فهو يؤذن ويصدح بصوته بأعلى ما يكون. والحقيقة أن من مرات جربت أن أؤذن بقريب من أذانه، فلما انتهيت وجدت أني أعاني بنوع من الإعياء والإرهاق، وكأنك اعتريت صخرة عالية أو بذلت جهد. أذانه لمن أراد أن يحاكيه ويقلده لابد أن يصدح ويعني يؤديه بأعلى قدر من الصوت ممكن. فعندما تردد كلمات الأذان وتنتهي، مجرد أن تنزل يديك تشعر بنوع من الهبوط إن صح التعبير بعد الجهد المبذول في أداء الأذان. ولد الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الماجد في العام 1894 في مدينة الرياض. حفظ القرآن ودرس التفسير، وأظهر قدرة لافتة في إيصال صوت الأذان إلى أطراف الرياض القديمة. عاش الماجد لأكثر من 35 عاما مؤذنا في مسجد ابن ناصر جنوبي الرياض، وبات صوته مميزا عن بقية أصوات المؤذنين. كان هناك ما يجذب الناس إلى صوت هذا الرجل النجدي ويجعلهم يأتون للصلاة في مسجده. ارتبط صوت الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله تعالى في ذاكرة الناس لأسباب، منها نحسبه والله حسيبه أنه كان مخلصا لله تعالى في هذا الأذان،
وكان رحمه الله تعالى يؤذن فترة طويلة، أذن 75 عاما، وهذه المرحلة كفيلة بأن يعرفها الناس في السابق واللاحق والحاضر والماضي. وهو رحمه الله تعالى علم من أعلام المؤذنين في العالم الإسلامي في هذه الأيام. كون أذانه ينقل في السابق كان في إذاعة الرياض، ثم أصبح ينقل في إذاعة نداء الإسلام، وينقل أذانه كذلك في إذاعة القرآن الكريم. وكان أهل الرياض يعرفون دخول أوقات الصلوات بأذانه، وأهل الحجاز يعرفون أنه تبقى على أذان الصلوات في الحجاز بأذانه في الرياض، أنه يبقى نصف ساعة تقريبا كما هو المعروف الآن. فارتبط الناس بالشيخ عبد العزيز بن ماجد وبأذانه، كذلك بصوته، لأن كان له طريقة في الأذان معروفة في نجد قديما، وهي طريقة الأذان النجدية، يؤذن بها بسجيته وطبيعته، وكان صوته نديا لا سيما في ذلك الزمان حين كان الناس يعني يحبون القراءة النجدية والأذان بهذه الطريقة. فكان هناك انتشار لصوت وأذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله. اشتهر عبد العزيز الماجد في الرياض، ما جعل الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ يرشحه لرفع أذان الصلوات في مسجد الإمام تركي بن عبد الله، وهو الجامع الأكبر في مدينة الرياض وملتقى أهلها. بدأ سكان الرياض وزوارها يعرفون صوت عبد العزيز الماجد قبل أن يعرفه سكان السعودية عموماً بعد بدء البث الإذاعي. قضى الماجد نحو 40 عاماً كمؤذن لجامع الإمام تركي في الرياض، وكان شاهداً على جزء مهم من تاريخ المملكة العربية السعودية. من المواقف يعني اللي ذكرت لنا يعني ممكن موقف الله يرحم الملك عبد العزيز، أنه كان يعني يقول بعض الأحيان لما يجي الشيخ عبد العزيز للمسجد، جدي يقول أحصل الملك عبد العزيز قبلي وقبل الإمام، ما شاء الله يعني أنه حاضر قبل المؤذن والإمام من حرصه على الصلاة وعلى الدين يعني أول. فهذه راويها لي جدي ورواها للوالد، والوالد رواها لي. فسبحان الله هذه من الأشياء اللي ممكن الناس ما يعرفونها كثير. يمثل صوت عبد العزيز الماجد الكثير لسكان الرياض الذين عاصروا بهجة صلاة العيد في جامع الإمام تركي، وعرفوا فيه أيضا أوقات عصيبة بوداع أربعة من ملوك البلاد الذين أقيمت صلاة الميت عليهم بعد أذان الماجد في هذا المسجد. اشتهر عبد العزيز الماجد بدقته المتناهية في رفع الأذان وفقا لدخول وقته، ولم يعرف عنه التأخير أو التقديم في النداء للصلاة. كان سكان الرياض يعيدون ضبط ساعاتهم القديمة مع أذان الماجد لصلاة المغرب، ما جعل جودة الساعات القديمة ترتبط بضبط مؤقتها يوميا على صوت الماجد. من الأشياء التي كان يلتزم بها وورثه عنها ابن عبد الرحمن الجد صلى الله عليه وسلم متعب للصحة والعافية وقيمها من مرضه، كان الشيخ رحمه الله تعالى يستيقظ في الثلث الأخير من الليل ليتجه إلى الأذان، وكان يصلي قبل الأذان الأول ثم يؤذن الأذان الأول ويرتاح، ثم بعد ذلك يؤذن أذان الثاني ويجلس حتى تقام الصلاة، وكان يلتزم بهذا بشكل يومي. ووجدت هذا الأمر بعيني في ابنه الجد عبد الرحمن بن ماجد صلى الله عليه وسلم يشفيه وعافيه، يلتزم بالنهوض من النوم الساعة الثانية تماما، وفي حال أحيانا قد يفوت أحيانا
على الواحد يعني يأخذه النوم، كان يغضب في حال فات الوقت، فات وقت استيقاظه ولم يقضى أحد، فكان يلتزم بهذا التزاما شديدا حتى في أيام المناسبات والأيام التي يستدعي فيها الإنسان أنه يكون يعني يتأخر عن وقت نومه، كان يلتزم بالنهوض في هذا الوقت والاتجاه إلى المسجد. بات صوت عبد العزيز الماجد جزءا من ذكريات سكان الرياض الرمضانية. كان صوته يشارك الناس فرحتهم بانتهاء صيام يوم طويل. ارتبط الجميع بصوت أذان عبد العزيز الماجد، وامتد حب الناس لهذا المؤذن من القصر الملكي إلى بيوت البسطاء، إذ كان الماجد يحظى بتقدير من ملوك البلاد وعلمائها، فضلاً عن حرص عامة الناس على الصلاة في المسجد الذي يؤذن منه الماجد. أذان الشيخ كان كأيقونة، صح التعبير، من الأيقونات التي تحتفظ بها الرياض. الرياض القديمة، الديرة، الغبيرة، العطائف وما حولها، يعني كانت تصدح سماءها بأذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد رحمه الله تعالى. الناس مع الأجيال ومع تقدم السنين ترسخ في ذهنهم أذان الشيخ وارتباطه بالصلوات، وبالذات وخصوصا عندما جاء المذياع وانتشر بين الناس فيما يتعلق بالأذان للإفطار والإمساك، فارتبط في أذهان كثير من الناس أن في العصر قبيل المغرب وعلى مائدة الإفطار في انتظار الأذان، وهم في بجانب المذياع ينتظرون أذان عبد العزيز بن ماجد لكي يبدأوا في الإفطار. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يرتبط في أذهان كثير من الناس أذان الشيخ عبد العزيز بن ماجد في هذه الفرحة، وهي فرحة الإفطار المغرب. عرف الشيخ عبد العزيز الماجد بحبه وملازمته للمسجد لأكثر من 100 عام. ارتبط الماجد بعلاقات جيدة مع الناس، وحظي باحترام وتقدير كل من عرفه أو تعامل معه. كان الشيخ يحث الناس على الاهتمام بالمسجد وعمارته، ويوجه النصح للشبان بضرورة تلبية النداء وأداء الصلوات جماعة في المسجد. في مسجد بن ناصر ومن ثم جامع الإمام تركي، كان الماجد يساهم في مساعدة الناس وقضاء حاجاتهم، وكثيرا ما ساهم في تفريج كرب فقير أو صاحب حاجة. عاصر الماجد كثيرا من علماء الدين الذين تعاقبوا على إمامة المصلين في جامع الإمام تركي، ومنهم الشيخ محمد ابن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ. استفاد الماجد من هؤلاء العلماء
وتحولت أمسيات الجامع إلى ندوات علم يتسابق الناس على حضورها والاستماع إلى فتاوى وتوجيهات كبار رجال الدين في البلاد. أصبح الشيخ الماجد أكثر المؤذنين نداء للصلاة من جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض، بعدما قضى نحو 40 سنة يرفع الأذان على مسامع سكان الرياض. رفع الماجد الأذان لأكثر من 15,000 صلاة طوال حياته التي أفناها في خدمة بيوت الله. بعد نحو 75 عاما قضاها مؤذنا للصلاة، حالت الظروف الصحية دون عبد العزيز الماجد ورفع الأذان مجددا. أعان الماجد لنحو 5 سنوات من مصاعب صحية ألزمته الفراش. من الأمور التي يرويها لنا الجد عبد الرحمن عن أبيه عبد العزيز بن ماجد رحمه الله تعالى أنه في خلال 75 عاما التي أدى فيها الأذان لم يأخذ إجازة يوما واحدا، لا لسفر ولا لمرض، إنما كان يلتزم بذلك التزاما شديدا حتى في أشد الظروف. وفترة من العمر مثل هذا لا أعتقد أن الإنسان سيصبر على أن يلتزم فيها بأمر إلا لأنه وجد فيها لذة ليست في غيرها. ويكفي أنه في كل يوم يحضر 5 أوقات تجاب فيها الدعوات، وأعتقد أنه حاز من الخير ما خفي عن الكثير، ربما حتى من أقرب الأقربين له. في آخر أيامه، طبعا أنا لحقت على آخر أيام جدي الله يرحمه، فكان يا طويل العمر جدا يعني كل وقته بس يبي يقوم يعني يصلي، هو نايم كان يعني شوي خلاص جاز هايمر نهاية عمر الله يرحمه ويغفر له. ولما جاز هايمر كذا فسبحان الله كل شيء نساه، عياله نساهم، الأبناء كله نساهم إلا الصلاة والأذان، فكان في فراشه ما يتذكر إلا بس يلا خلوني أقوم أغسل أصلي خلوني، فكان كل حياته سبحان الله يعني تكرست في الصلاة والأذان، فكان طول عمره يعني طول وقته كده صلاة، فسبحان الله هي اللي بقت معه، كان ما يذكر يعني إلا يلا يا ولدي قومني بغسل أصلي أبتوضى للصلاة. فوقت الأذان بعض الأحيان يجيبه بالتايم يعني يجيبه بالوقت إنه يذن في نفس الوقت، وبعض الأحيان يذن قبل 10 دقائق بعد 10 دقائق، لأنه سبحان الله تعود على الأذان، فهو في فراشة تلقاه يأذن لأنه سبحان الله فوق 75 سنة قضى عمره في الأذان. في 11 من شهر مايو من العام 97 توفي الشيخ عبد العزيز الماجد عن عمر ناهز 103 أعوام. توافد سكان الرياض للصلاة على صاحب الصوت الذي عاشوا معه أجمل الأيام والمناسبات. أوصى الماجد أبناءه بالمواظبة على المسجد، وطلب من ابنه عبد الرحمن أن يرفع الأذان على مسامع أهل الرياض من بعده. كان عبد الرحمن يرافق الشيخ إلى المسجد منذ كان في سن 15. أصبح اسم عائلة الماجد يعني الكثير للرياض وسكانها، وبات عبد الرحمن بن عبد العزيز الماجد مؤذنا لجامع الإمام تركي بعدما غاب صوت والده. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فقدنا شيء كثير طبعا، شيء كبير لنا بالنسبة للرمز طبعا للعائلة
كبير راح الله يرحمه ويغفر له، والله يطول في عمر الوالد الحين اللي هو خلف جدي عبد العزيز من بعده، فكان رمز للعائلة يعني كبير يعني الحمد لله، يعني في كل مكان الناس يذكرونه بالخير، في أي أحد تسأله خصوصا أهل نجد يعني عارفينه يعني من سنين وبنين يعني على ما قالوا الأولين. ففقدنا رمز كبير لأنه سبحان الله أقول لك جدا كان يعني أي أحد أقول له بس أنا والد عبد العزيز بن ماجد، فيقول الأذان المسجد رمضان على طول يذكرون الشيء هذا، فسبحان الله يعني أقول لك شيء فقدناه كلنا، مو بنا بس إنه يا عياله وأبناء، لا كل يعني أتوقع غالبية أهل نجد يعني هم عارفين إنهم فقدوا يعني الصوت بن ماجد. بس انتهت رحلة 100 عام قضاها عبد العزيز الماجد في وجدان السعوديين الذين عرفوا في صوته الأصالة والانتماء إلى رمال الرياض وسمائها. رحل الماجد تاركا للإذاعة المحلية رفع الأذان بصوته من خلال التسجيلات القديمة، وبقي سكان الرياض يستحضرون ذكراه من خلال صوت ابنه من بعده وربما أحفاده. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Thank you.